نتعرفوا على بعض الألعاب الحركية ذات أهداف تعليمية. خليكم معي. نبدأ مع شرح اللعبة الأولى. اللعبة الأولى هي أنه شخص يقف ثم يقوم بتمثيل مهنة، يعني يقوم بإيماء مهنة، وعلى الأشخاص الآخرين لأفراد العائلة أن يكتشفوا هذه المهنة. تما تكونوا فهمتوا اللعبة. إذا عرفتوا الشخصية اللي تكتبتل خليوا عليها لي كومنتير. الآن ننتقلوا إلى اللعبة الثانية. اللعبة الثانية غنحتاج زوج ديال الوريقات، غنحتاج إلى خط انطلاق وخط وصول. الهدف هو أننا ننطلقوا من خط انطلاق، ولكن الخطوة ديالنا أنها تكون فوق الورقة، يعني خطوة بخطوة، ولكن خصنا نوضع الورقة على موضع الخطوة ديالنا عليها. أيضا غنتسابقوا جوج أخرى ديال الأشخاص العائلة، أفراد العائلة، والفائز بطبيعة الحال راه هو اللي وصل للخط النهاية قبل الآخر. خليكم على مثال التطبيق. نتمنى اللعبة الثانية تكون نالت الإعجاب ديالكم. الآن مر للعبة الثالثة. اللعبة الثالثة سنحتاج إلى أقلام للرسم وأوراق بيضاء كذلك للرسم. قبل اللعبة هو أنه أفراد العائلة يتفقوا أنه يرسموا شجرة أو يرسموا حيوان، ولكن قد يكون الرسم تختلف، يا إما في الظلام أو سوف يكون الرسم بعد إغماض العينين. إذن هذه اللعبة ستساعد الأبناء أو الأباء على تنمية قدرة التخيل لديهم. تعقوا إلى مثال. كانت هذه النتيجة ديال الرسم في الظلام. نتمنى الألعاب تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك معي في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.